زميل كمال ماضي موفد القاهرة الإخبارية انضم إلينا الآن من أنقرة. بعد تحية كمال، يعني كما هو واضح زيارة مهمة في توقيت شديد الأهمية، ما أهم هذه العناوين المطروحة حتى في تركيا لهذه الزيارة؟ نعم زميلي ياسر، هذه اللقاءات الرئاسية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تكن تجول في خلد الكثيرين، بل لم يتوقعها أحد على الإطلاق منذ عدة أعوام، لكن كان هناك إصرار من قبل رئيسي البلدين مصر وتركيا على الدفع قدما بهذه العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، وصولا إلى اليوم الإعلان عن الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا. هذه اللقاءات أو هذا اللقاء اليوم الذي سيجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يكن الأول من نوعه، بل سبقه عدة لقاءات، بداية من لقاء على هامش مونديال قطر في 2022، ثم بعد ذلك على هامش قمة العشرين في نيودلهي، ثم بعد ذلك في القمة العربية الإسلامية المشتركة، ثم بعد ذلك زيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. الأمور المشتركة كثيرة للغاية، سواء في الأمور السياسية في السياسة الخارجية أو حتى في الأمور الاقتصادية. لو بدأنا بالسياسة الخارجية، بالطبع هناك عدد من القضايا تتلقى اهتماما كبيرا بين كلا الطرفين. على سبيل المثال، رفض الاتفاق الذي تم بين أرض الصومال غير المعترف بها دوليا وبين إثيوبيا، الإصرار على أن الصومال هي دولة موحدة ليست دولة مجزأة، وصولا إلى قلب القضايا التي تهم البلدين في الشؤون الخارجية وهي القضية الفلسطينية بطبيعة الحال، إيقاف حمام الدم الموجود حاليا في غزة، إيقاف العدوان الإسرائيلي الموجود في قطاع غزة، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 67. لو جئنا إلى الجزء الآخر المهم للغاية وهي العلاقات التجارية أو العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، سنجد أن هناك دفعا كبيرا من قبل الرئيسين إلى هذه العلاقات. التبادل التجاري الحالي بين مصر وتركيا وصل إلى قرابة 6 مليارات و600 مليون دولار، 3 مليارات و800 مليون دولار هي الصادرات المصرية إلى تركيا، في المقابل مليارين و800 مليون دولار هي الواردات المصرية من تركيا، وهناك إصرار على دفع هذه العلاقات أو هذا التبادل التجاري للوصول إلى 15 مليار دولار في الفترة المقبلة. الأمر الأهم للغاية أو المهم للغاية الذي من الممكن أن يدفع العلاقات الاقتصادية قدما إلى الأمام هو التشاور الحالي بشأن التبادل التجاري بالعملات المحلية، سواء بالليرة التركية أو بالجنيه المصري. هذا الأمر سيدفع قدما التبادل التجاري أكثر وأكثر بين كلا البلدين. مصر بالطبع هي البلد الرئيس للصادرات للتبادل التجاري بين مصر وتركيا. الاستثمارات التركية تتواجد في مصر، مصر هي الأولى على مستوى القارة الإفريقية من حيث الاستثمارات. الاستثمارات التركية تتواجد في مصر حوالي 3 مليارات دولار. في العام المنقضي 2023 وصلت الاستثمارات التركية إلى 500 مليون دولار، أو جذبت مصر حوالي 500 مليون دولار، ومن المقرر أن يتم الدفع بهذا الأمر إلى الأمام في الفترة المقبلة. اليوم سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة ما بين البلدين لدفع العلاقات أكثر وأكثر إلى الأمام. إليك يا سيدي. بطبيعة الحال كمال ماضي، سنبقي عينا على كل التطورات عندك وسوف نأتي إليك بمزيد من التفاصيل. من أنقرة كمال ماضي موفد القاهرة الإخبارية، لهناك شكرا جزيلا لك.